الزول فلوان، السلام عليكم. نتمنى تكونوا كامل بخير. فيديو تاع اليوم قصير ولكن مفيد، نعطيكم طريقتي بالاحتفاظ بالاعشاب هذو، النعناع، المعدنوس، حشيش مقطفه، كرافس، اي حاجه تبغوها تشريو على خطره، ماشي كل يوم تروحوا المارشي وتشريو باغ اكزومبل هذا الحشيش مقطفه. ديو هكذا كميه، شريو كميه، غسلوها مليح، نقيوها، وبعد ما تغسل يعني نشفوها فوق انطورشون حتى تنشف تماما، حتى يخرج كامل الماء اللي فيها. هكذا تعطيكم نتيجة مضمونة وما تفسدش كي تخبيوها في الثلاجة. يعني هي حاجة سهلة جدا. خذوا هكذا بابي فيلم أو بيان بلاستيك اليمونتير، حطوه في الوسط، حطوا معها مغرفة صغيرة، مغرفة تاع قهوة داخل، وغلقوا عليه بهذه الطريقة. يعني ما تخليوش حتى حاجة تبان. كما قلت لكم طريقة مضمونة. سبقت أن نزلت الطريقة في صفحتي على الفيسبوك. فقط شرط لازم ينشف مليح قبل ما تحطوه. نحط لكم رابط الصفحة تحت هذا الفيديو في صندوق الوصف اللي حبيتوا تواصلوا أكثر. نشف تماما من الماء اللي فيه. تقولوا لي علاش المغرفة الدور تاعها انها تمتص كامل الرطوبة اللي تخرج من هذه الاوراق. نتمنى فدتكم بالمعلومة ونقولكم الى اللقاء.